السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أصمل للطبخ. اليوم راح نسافروا إلى ولاية مشهورة بالدبارة وناسها ناس الجود والكرم، ناس الأصالة، ناس التاريخ. بسكرة اللي راح البسكرة وماكلاش الدبارة البسكرية، يعني أنا في نظري ما راحش البسكرة ولازم اليوم يذوقها في دارو وباش يعرف. على أنغام فرقة المزودة البسكرية راح نسافروا البسكرة ونتعلموا الدبارة البسكرية وإحنا قاعدين غير في ديارنا. كاين الدبارة اللي يخدمها بالفول وكاين اللي يخدمها بالحمص، ولا كاين اللي يخدمها ميلونج مخلطة فول وحمص. أما بالنسبة للفول يتشمخ خليلتين باش يشمخ مليح، ولا الحمص ليلة واحدة. قلت لكم لازم ننفخوا ولا نشمخوا الحمص ليلة كامل ونضيف له شوية بيكربونات باش يطيب لنا بكل سهولة ويجينا طيب وذايب. لازم الدبارة يكون فيها الحمص تاعها ولا الفول يذوب طيب مليح. كما قلت لكم الفول لازم نشمخوه ليلتين على خاطر الصعيب في التغلية تاعو ويطيب لناش بالخف، ولازم نضيف له بيكربونات. بعدها نحو ذاك الملي فيه بيكربونات ونبدلو له ماء واحد اخر يكون جديد ونحطوه يغلي. بعد ما بدلنا الماء تاع الحمص نديروا له كميه الماء معتبره مليحه ونحطوه يغلي على نار قاويه. كي تخرج ديك الرغوه نحوها ونضيفوا له مغرفه تاع الملح وشويه تاع كمون وقطعه ليمون باش ما يطيبناش الحمص صامت. بسم الله وعلى بركة الله نبداو. المقادير محاضرين معنا مقطعين وواجدين وراهم مستعدين للمهام نتاعهم. كما راكم تشوفوا الحمص راهو طايب وذايب وواجد معايا هنايا. غطيته بابي فيلم باش يقعد سخون، لازم الحمص يقعد سخون وتقعد معاه لاصوص نتاعو. كما راكم تشوفوا عندي حبه طماطم قطعتها صغيره، وعندي زوج ريصان تاع بومنقوع، يعني فلفل مرقد ناس الصحراء يقولوا له بومنقوع، وعندي زوج طرونشات نتاع ليمون، زوج قطع ليمون، وعندي كمشه نتاع حشيشه الشوربه قصبر، وعندي راس حار فلفل صغير، وعندي حبه طماطم مليحه نتاع مرابية يعني مطحونة، عندي زوج سنين نتاع الثوم مطحونين ولا دقوهم في المهراس، عندي مغرفة نتاع طماطم مصبرة، وعندي مغرفة نتاع هريسة، عندي مغرفة صغيرة نتاع الملح، ومغرفة صغيرة معمرة مليح نتاع كمون، عندي كاس تاع الماء، يعني الحار اللي يحب ينقص ينقص الحار. أول شيء نبدأ به هو لاصوص، اللي ما يحبش لاصوص تاعو تكون حمراء ينحي الطماطم المصبرة، يخلي غير طماطم الرابي ولا المطحونة وسنين تاع الثوم. عندي المغرفه نتاع الملح وندير له الكمون ونزل له شويه نتاع زيت الطماطم المصبره، انا خاطرش راح نخدم لاصوص تاعي حمراء، والماء ونحطهم فوق النار ونخليهم يغليو. كما قلت لكم الحار اللي ما يحبش الحار ينقص الحار، الحار هنايا اختياري، يعني في الصحراء كي تروح تاكل دوباره يقول لك حاره ولا دوب الحار، يعني دوب الحار حار حار حار. واللي ما يحبش الحار راهو ينقص الحار. هذه المكونات سهلين يحطهم لك فوق الدوباره، كل شيء واجدين كما راكم تشوفوا، وغير يخلط ويعطي لك. كما راكم تشوفوا لاصوص تاعنا نحطوها على النار ونخلوها تغلي. كي تنحى هذيك الرغوه تاعها، يعني القروصيه تاع الطماطم راح تتنحى باش ما تضرناش في الاسطوما، ومن بعد تكون الدوباره تاعنا هنا واجده، ما يقعد لنا غير التخلط فقط. سهل شيء هي الدوباره. كما راكم تشوفوا راح نفرغوا لاصوص في صحن التقديم. في المحلات هذه يخدموها تكون كل شيء واجد، وغير تطلب الطلب تاعك صحن ولا اثنين راح بالخف يوجدوه لك ويعطوه لك سخونين. راح نضيف الحمص فوق لاصوص. الحمص كما راكم تشوفوا طايب وذايب، وحتى الحمص راهو بالماء نتاعو يكون خاطر، لازم الحمص يطيب لنا مليح باش تخرج لنا الدبارة مليحة. أكدوا ثاني على الكمون، الكمون ثاني هو السر في الدبارة. كما راكم تشوفوا خلطناها، وراح نضيف ذاك الكمشة نتاع القصبر، سر ثاني الدبارة في القصبر، وراس تاع الحار مقطع صغير. الحار تقدروا تستغنوا عليه على خاطر كاين ما يحبش ياكل الحار. حبة طماطم مقطعة صغيرة، وكاين حتى يحب يزيد البصل في هذه الدبارة، واللي ما حبش يزيدو ما يزيدوش، اختياري البصل اختياري، يعني ماهوش شرط اساسي فيه باش ديرو، بيت حتى هو يعطي نكهه بزاف شابه. كما راكم تشوفوا الدوباره هي واجده معنا وخالصه. حطيناها في صحن التقديم، وراح نضيف لها قطره تاع زيت الزيتون اللي راح يعطيها هذه النكهه ولا اروع. كما راكم تشوفوا الدوباره سهله ماهله، ما فيها حتى تكسر الراس، يعني دوباره ودباره، وحنا اتغدينا ولا اتعشينا
هي مليحة في الغداء أفضل على خاطر تنفخ. الدبارة في بسكرة ولا نواحي نتاعها لو كان ما ياكلوهاش ما يكونوش ملاح، على بالاخص في رمضان وكما يكونش في المائدة نتاعهم، كشغل المائدة نتاعهم ما فيها حتى شيء، يعني تغني على كلش. الدبارة هي الاساس في بسكرة وتحية ليهم. حتى لداركم دوباره بالسكريه على الاصول. ما تنسوش دعونا دعوه الخير وتدقوا على الجرس ولا تفعيل الجرس، ديرونا الاعجاب والتعليقات نتاعكم، وبارطاجوا الفيديو لاحبابكم واصحابكم والناس كامل اللي تحبوهم وعرفوهم على الدوباره البسكريه والاصول ولا التقاليد البسكريه. سلام.